سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ تعرفوا معنا اليوم على أغرب قصة لسجين بريطاني أصبح حديث الإنترنت. بدأت هذه القصة الغريبة في 17 من شهر يناير الماضي، عندما ألقي القبض على لامار شامبرز البالغ من العمر 24 عاما في مقاطعة إسكس الواقعة جنوب إنجلترا للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالمخدرات. أثناء محاولة القبض عليه اعتقد أنه ابتلع مواد مخدرة كمحاولة للتخلص من دليل الجريمة. وبعدما ألقي القبض عليه ووجهت إليه الاتهامات، أمرت محكمة بريطانية بإيداعه قيد الاحتجاز لإخراج المخدرات المشتبه في أنها داخل جسمه، إلا أن تشامبرز رفض الذهاب للمرحاض لعدة أسابيع، حتى أصبح على مدار أيام احتجازه حدثا مهما على وسائل التواصل التي نشرت فيها الشرطة آخر المستجدات. وكان بمقدور المهتمين بحركة أمعاء تشامبرز متابعة آخر الأخبار باستخدام هاشتاغ بوواتش على تويتر، والذي يعني مراقبة البراز. ومن بين ما ورد على حساب الشرطة عبر موقع تويتر تغريدة بتاريخ 27 من شهر يناير عام 2018، قيل فيها: لقد دخلنا الآن اليوم 11 وهو لا يزال يرفض دخول المرحاض. وفي غضون كل هذه الفترة الخارقة للعادة، كانت الشرطة تتأكد من أن الرجل يحصل على الطعام والمياه في زنزانته. وقال متحدث باسم الشرطة في إسكس إن صحته وحالته وكرامته لها أهمية قصوى، وأضاف قائلا: لكن على الرغم من ذلك لم يخرج شامبرز أي شيء، ويرفض أيضا كالمعتاد تناول عقاقير طبية أو دخول المستشفى. في الخامس من شهر مارس، وبعد تلقي المشورة الطبية والقانونية، قررت الشرطة إطلاق سراح تشامبرز بعد 47 يوما من الاحتجاز. وأسقط المدعون تهم حيازات مخدرات من الدرجة الأولى وانتهاكات القيادة الموجهة إليه، إلا أنه كان محتجزا على ذمة اتهامات منفصلة تتعلق بإمدادات المخدرات من الدرجة الأولى. وعندما غادر زنزانة الشرطة أخيرا بكفالة، تم نقله على الفور إلى مستشفى بسيارة تابعة للشرطة، وما زال يتلقى العلاج هناك. قال نائب رئيس شرطة إسكس كونستابل بي جي هارينغتون إن قوات الشرطة تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة أي شخص يتم إحضاره إلى مقر الشرطة. وعلى الرغم من أن التحقيق بشأن حيازة مخدرات من الدرجة الأولى يعد أمراً اعتيادياً بالنسبة للشرطة، إلا أن تلك القضية تضمنت بعض الظروف التي تخالف المعتاد تماماً، وقد جذبت اهتماماً على المستوى الوطني. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.